قوتي، اللهم إني أسألك أن تصرف عني شتات العقل والأمر والتفكير، ربي آثرني ولا تؤثر علي، ربي انصرني ولا تنصر علي، إلهي ارحم ضعفي وفرج همي واجبر كسري وآمن خوفي، وأمطرني برزق من عندك لا حد له، وفرج من عندك لا مد له، وخير من عندك لا عدد له. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه. اللهم ولمرسلها مثل ذلك. يا رب في هذه الساعة أسألك الراحة لكل مسلم ضاقت عليه دنياه وذرفت عيناه. يا الله أفرح قلوبا أنهكها التمني، وبشر أصحابها بفرح لا يذكرهم بوجعهم، وأسعد قلوبهم وأسعدنا بصحبتهم. اللهم اغفر لوالدي وادخلهما جنتك يا ارحم الراحمين. اللهم وفق من ارسل لي هذه الرساله، ويسر له اموره بالدنيا والاخره، وارزقه النظر الى وجهك الكريم، واحسن خاتمته ووالديه، وارزقه ضعف ما يتمنى بالدنيا والاخره. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، وعلينا معهم الى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.